حطم هاد البلاد، وإنما حنا ما عمرنا ما نتحكموه، هو اللي بغى يحطمنا. ما عمرنا ما تحطموا بجهد الله سبحانه وتعالى، ما عمرنا ما نتحطم. انا تنحف كي يمين 4 ايام شاد فراش 4 ايام، وسميتو عادي بالله غادي تلعب المقابله غتلعب مع الخمسه. وتمي جي قلت له واحد الدري، قلت له ودي واش القهوه خاويه؟ قال لي اش من القهوه خاويه؟ قلت له كتلعب مع الخمسه. قال لي المغرب راه رابح، راه لعب مع الربعه. جيت رابحين بواحد كذا، راكش ما كاين تشجاع لا والو. قلبي ما انا قلبي ما، واخا هي كانت الكره ماشي زعما بريمير مثلا بكل صراحه كانت الكره، وانما الحاجه الوحيده اللي بغيت نشوف اخويا القلب ديالي كان ما عرفتش، قلبي ما مرتاحش ما لقاش. راه كاين بعض الاحيان اللي تتلقى الى قلبك حسيتي به فرحان الحمد لله غادي تكون تتحس بالله بواحد، وانما قلبك بحال قال لك اودي راه كاينه واحد القرطاسه، هذه الفرحه راه محال غتكمل، ما تعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. وانما احنا كنا غاديين مزيان، وانما في الاخر علاش؟ هو الكور راه دار اللي عليه، الكور راه جبدها ايوا، وهذاك فينا هو؟ علاش هذاك مخلينه بوحده؟ قلنا ما كاين مشكل، البيت الاول ديال تاعو قلنا ما كاين مشكل، ايوا نعنيو، والبيت الاخر عاوتاني ديال الغلب ديال الانتصار. شنو عباد الاربعه ديال اللعابه غادي بهم واحد وانت غادي راجع فين راجع؟ راك دفاع، راه خاصك تخرج لذاك الخصم اللي قدامك، ذاك الهجوم اللي جاي عندك خاصك انت تخرج ليه، خرج كفر هو وياه ما كاين حتى مشكل، المهم تتحيد هو باش غادي انت سيد غادي داخل بها وانت راجع ليه باللور بحاجه تقول له ماركه، راه ماركه راه عطاها الواحد كذا راه ماركه. راه هادشي هذا راه بصراحه حنا راه ماشي غلبونا المصريين بشي كره ولا وبالاخطاء نستاهلوا نبكيو على ودهم. لا ما ماشي قاعدين نبكيو، ماشي لا ماشي قاعدين، ماشي قاعدين انا ماشي صافي بالله. في الحقيقه راه عاقوا بك حجي بكل صراحه، عاقوا بك. واش تبيع وتشري في ولد بلادك؟ تتخون ولد بلادك علاش؟ ها ولا لاعب اشنو هو؟ لاعب ومدرب بدو الزكي، وريني شي واحد يلا فين يوصل هذا المدرب؟ ما يوصلش حتى الرجل ديال بدو الزكي، ما يوصلوش حتى الصبع ديالو، الصبع الكبير والله ما يوصل له. بغينا اطار وطني، بغينا اطار وطني، حيت البلاد ما عمو ما غيعطيها البراني، الا ما كانش ولد البلاد. نعم. ولد البلاد هو اللي غيعطي البلاد. ما عندنا ما نديرو بالاجالي، ما عندنا ما نديرو بالبراني، بغينا نكونوا حنايا مغربي قح 100%، بغينا مغاربه 100%. بغى لا 80 مليون ولا 90 مليون، هذاك السيد لو كان علقى لهنا بدو الزكي والله والله تيخدم في سبيل الله، كونوا يبعدوا منه، يبعدوا منه هاد الاشباح، يبعدوا منه هاد الفاعي هادو، يبعدوا منه. والله يا خويا هذاك الحمد لله، شوف ولد البلاد، ولد البلاد الحمد لله، ولد الوطن، غير يبعدوا منه يخدم بلا ريال بلا جوج، غير يبعدوا منه الحمد لله غناه الله. مناش غناه الله، وانما تيحب هذا الوطن، تيموت على هذا الوطن، ماشي غادي نكذبوا على الله وكذا صراحه. ودري ولد الاصل وولد العروق والحمد لله، ها هو خلى تاريخه في بلاده وخلى تاريخه في بلادات الناس، نهضروا واقعيين. ها هو عنده تاريخه في بلاده وفي بلادات الناس، ياك لعب بلادات الناس والحمد لله. وانما لا بعدوا من هذا السيد هذا، خليه يخدم. وانتم عايفين مثل بغينا الزاكي الحمد لله، حنا بغينا بدو الزاكي بكل صراحه، حنا بغينا بدو الزاكي. وانما شوف شي فوجي القزع، الله يجازيك، الله يكثر خيرك، الله يكثر مثالك. في الحقيقه حنا تنحبوك الحمد لله، تنحبوك والحمد لله بالله، المسيره غادي بها الحمد لله مزيانه. وانما في الحقيقه هذا المدرب الله يجعل البركه، يسمع شطيطو الله يجعل البركه، الى عمر البوليزا ويمشي بحالته، يخلينا حنا ولد البلاد، يخلينا ولد البلاد، ولد البلاد اللي كيما قال ذاك اللي تجي حرقه على الوطن الحبيب، يخليوا لنا ولد البلاد يخدم. يمكن الغياب ديال زياش خلى بلاصته؟ معلوم، ولا هذا المدرب، هذا المدرب هذا ماله؟ واش هذا المدرب عباد الله اللي درنا هذه الحاله اش بغى عندنا؟ واش عباد ودونك وانت دابا واش جاي معانا ولا ضدنا؟ يلاه الناس تقلب، الناس تقلب على الطوب كاع اللي عندهم اللعابه المزيانين تيجيبوهم،
وحنا لعيب هكاك اشنو دابا راه هذا راه على حسب بغى يعقد لينا ولد البلاد دابا هو هذا ها هي الباصه الحمد لله عنده بلاصتو كاينه بلاصتو زعما ماشي عالمي ماشي لا وانما دا يبعد منا صافي وانت دابا بغيتي تبقى ترفس بينا وتاكل رزقنا وتقهرنا تاكل رزق هاد البلاد وراه بزاف وتاكل رزق هاد البلاد وتضحي بهاد الشعب على قدو من طنجره الكويرة راه حرام عليك راه حرام عليك هاكا غيرتي هاد البلاد السعيده في هاد النهار هذا علاش غيرتينا هكاك وشنو راه بصراحه حنا تندعيو لله بصراحه الشوينطه ديالو ومشي بعد منا الله يجعل البركه الله يجعل البركه يمشي بحالته يخلي لنا الناس اللي باغا تخدم وغادي يخدموا بالحرقه بالوطنيه بالروح الوطنيه الحمد لله تيخدموا بالجديه غير يبعد منا يبعد منا هذا المدرب ويبعد منا حجي بكل صراحه حجي صافي الله يجعل البركه ايوا انت فين ما فين ما جا شي مدرب انت لاصق معاه كي مسمار الميده ايوا راه بزاف راه بزاف او راه بزاف هادشي هذا فين ما جا شي مدرب انت لاصق فيه الله يجعل البركه خويا اش فاتك انت الله يجعل البركه او ويلي انت لصقتي كاع في هادشي هذا او انا هو صافي انت واقيلا الجامعه ورتيها واقيلا صافي الله يجعل البركه الله يرحم من كلا وزارو خفف كي تيقولوا الاولين الله يرحم من كلا وزارو خفف صافي حنا غمضنا عينينا غمضنا عينينا وانا حجي الله يجعل البركه راك خونا وحبيبنا الله يجعل البركه وسير بعد منا خلينا الله يخليك خلينا الناس اللي باغا تخدم الله يجعل البركه خلينا الناس اللي باغا تخدم البلاد وباغا تخدم هذا الوطن الحبيب ايوا الله يجعل البركه شنو الكلمه ديالك الاخيره وانا الكلمه الاخيره انا دابا حاليا انا نهضر معاك ربي تيشهد عليا من قلبي انا بصراحه انا زادوا عطشوني هاد الناس هادو بكل صراحه والله ما نكذب عليك واش عيب عطلة ثلاثه ديال الكيسان ديال الماء والسكر هما هذا اللي غنشربوا بلا سكر بلا والو بكل صراحه راه بزاف راه حرام عليك انا دابا حاليا انا تنهضر معكم قال غادي نتم غادي ماشي يعني بالغيب الا الله وانما حرام عليه راه قلت لك عيالات انت كنتي تقداو بقوه الروح الوطنيه المراه هزه القفه تتشوف التلفاز تتشوف المغرب تتوقف تتشوف صحفيات يمكن لها هي تهضر تقول لها عيش المغرب وانا الحمد لله هذه راه بلادنا بلاد الشرفاء الله يحفظ لنا ملكنا ويحفظ لنا وطننا من طنجة للقويرة والحمد لله احسن البلاد باش ما بغاو باش ما بغاو الحمد لله باش ما بغاو بلاد الرجال وبلاد الابطال فاش ما بغاو غير نما هاد الناس هادو يبعدوا منا بارك علينا قهرونا